ألف مبروك اللقب ال25 في تاريخ هذا الفريق، ألف مبروك، مليون مبروك، اللقب الخامس هذا الموسم بلا هزيمة. هذا الفريق لم يتلقى أي هزيمة خلال مشواره في 5 بطولات، ألف مليون مبروك. الحقيقة يعني كل اللاعبات والجهاز الفني يعني كانوا على قدر المسؤولية، كل التحية لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على دعم هذا الفريق حتى وصل لهذا المستوى الفني. 5 بطولات هذا الموسم بكرر بدون هزيمة، اللقب ال25 في تاريخ يعني هذا الفريق، فالحقيقة تاريخ كبير وحاضر أيضا كبير. برجع لضيوفي كابتن سلعاوي، أهلا بحضرتك. كابتن أشرف الكردي، أهلا بحضرتك وهارد لك. نادي الجزيرة قدم مباراة جيدة وقدم موسم الحقيقة كمان جيد. كابتن سلعاوي ألف مبروك. ألف مبروك للنادي الأهلي، تحقق الخماسية بدون هزيمة، وزي ما احنا كنا متفقين وقلنا إن الشوط الثالث والرابع السكور هيعلى فيه، ولأن النادي الأهلي كان باين من البداية إنه نازل مركز، وإن النادي الأهلي حاطط قدامه إنه ينهي الموسم بلا هزيمة، ودي طبعا الخماسية دي لم تتكرر من فترة طويلة جدا يعني، وإن الفريق ده بيلاقي دعم غير محدود من مجلس الإدارة بقيادة الكابتن محمود الخطيب والنائب معالي الوزير. وعايز أقول إن النشاط الرياضي متمثل في خالد العوضي، المهندس خالد العوضي برضو داعم الفرقة دي، وإن فريق ينهي الموسم بدون هزيمة، لا ده فريق لا يستحق الإشادة والاحترام، وإنه يدعم كويس. وزي ما قلنا لازم يتجه هذا الفريق إلى المحافل العربية والأفريقية لأنها يكون خير سفير لمصر في الأعوام القادمة.